اهلا بيكم في الفقره الحواريه الاخيره في برنامج العاب الصالات. النهارده زي ما شفنا تجربه ناجحه لكابتن تامر الصاوي نجمنا في التسعينات، خلينا نشوف النجوم الحاليين في ابطال السباحه، لان فعلا العاب الماء دايما نتائجها مشرفه ونتائج مبهره داخل المجمع حمام السباحه، وفعلا في شغل كبير جدا بيحصل داخل السباحه، وفعلا ما شاء الله عليها انجازات وابطال كثيره جدا في السباحه. قدامنا نجوم النهارده كبار جدا، معانا كابتن تامر زينب احد نجوم النادي الاهلي واحد نجوم مصر في السباحه، والنهارده هو المدير الفني لنادي اهلي الجزيره. كابتن تامر مدير فني للسباحه، مظبوط؟ منورنا ومشرفنا. ومعانا كابتن برضو نجم من نجوم الاهلي والسباحه ومصر وحاجات كتيره جدا، كابتن ثروت ماهر المدرب العام. كابتن ثروت منورنا ومشرفنا. منور يا كابتن خالد. ومعانا بقى ايه الدينامو اللي هو يعني كل حاجه، اللي هو بيعمل كل حاجه في السباحه، حد مهم جدا داخل جهاز السباحه، كابتن احمد اسعد المدير الاداري. كابتن احمد منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا كابتن خالد، ربنا يخليك. الان الاسئله ولا حاجه؟ لا لا خالص، اسئله كتير زي ما انت شايف. مستعدين ان شاء الله. كابتن تامر، اكيد السباحه يعني هي الوقت الكبير للاعبين، معظمهم بيقضون جوه السباحه، واكيد بحكم خبرتك ولعبك وتدريب وحاجات كتيره. استعدينا ازاي لبطوله الجمهوريه اللي قدرنا ما شاء الله حققنا الدرع العام كل حاجه؟ والله احنا استعداداتنا ما بتقفش، سواء كان في بطولات ولا لا، احنا على طول عندنا المواسم متلاحقه ورا بعض. الموسم بتاعنا غالبا بيبدا في شهر 5 بعد الاولاد ما بيخلصوا امتحانات. بنبدا فتره اعداد حوالي شهر، وبعدين بنبدا الاتحاد بينزل النشره بتاعته، بنعرف مواعيد البطولات امتى، وبعدين بنخش لبطوله القاهره اللي هي بتبقى غالبا مؤهله لبطوله الجمهوريه، ودي بتبقى يعني اول ستيب لينا. معظم الفرق بتنزل محمله طبعا، لان احنا معظم السباحين اللي عندنا ابطال، فمش محتاجين نخفف قوي على بطولات القاهره، معظمهم بتصعدوا يعني. وبيبقى التارجت بتاعنا بطولات الجمهوريه لانها هي المحك الاساسي لسباحينا كل سنه. فبالتالي الاعداد بتاعنا بيفضل مستمر لغايه بطوله الجمهوريه اللي بتبقى غالبا في شهر 11 في جميع الاعمار. طبعا بنركز جدا على كل سنه بيبقى عندنا فرقه جديده داخله المنافسات، زي السنه اللي فاتت كانوا 2008، السنه دي 2009، ودول طبعا بنديهم اهتمام بطريقه خاصه جدا لان هم لسه يعني ستيب 1 في السباحه. بنحاول بقدر الامكان يعني يبقى نحط كمان يعني مدربين على كفاءه عاليه جدا في السن ده، بحيث ان احنا نبدا نبني جيل كويس جدا لتدعيم النادي الاهلي على المستوى العمومي والاعمار بعد كده. لو احنا ما بدأناش صح في الجيل بتاع 2008 او 2009 او سون او 2010، بعد كده مش هنلاقي خامه نقدر نشتغل عليها احنا كمدربين كبار. فبالتالي التعداد بتاعنا بيبدا من قبل السيزون بشويه، كل ما الفرق بتبقى بدري وكل ما بنجمع الفرق بدري ده بيدينا طبعا تشانس ان احنا نختار احسن العناصر تفيدنا بعد كده قدام. تمام. كابتن ثروت، النادي الاهلي في قطاع السباحه مهيمن على قطاع السباحه، الناس يعني الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده رايك ايه؟ والله هو احنا في اخر بطوله اللي هي تعتبر البطوله الاساسيه في السيزون، خدنا في المراحل من 14 سنه لحد العمومي ال 12 كاس بتوع المراحل كلهم، ولاد وبنات. ولاد وبنات، عشان الكلام واضح. تمام. فطبعا غير كاس عام الناشئين وكاس كاس عام الناشئات وكاس عام الرجال وكاس عام السيدات وكاس عام البطوله يعني. فده الحمد لله ده انجاز كويس، وزي ما تعودنا يعني ان فرقه السباحه في النادي دايما بتاخد القدر الاكبر من الكاسات في البطوله ان شاء الله يعني. في ارقام جديده اتحققت جوه البطوله دي ولا ما عندناش سباحين كسروا ارقام؟ لا، احنا عندنا لاول مره في بطوله الجمهوريه اللي فاتت دي ناخد كاس احسن رقم او كاس احسن سباحه او احسن سباح في جميع المراحل برضو. يعني الله. خدنا في كل المراحل يا اما كاس احسن سباح يا اما كاس احسن سباحه يا اما كاس احسن رقم، سواء اولاد او بنات، وده يعتبر يعني انجاز جديد اتضاف لنا السنه دي. يعني ما شاء الله جهاز السباحه السنه دي شال كل الكؤوس، راح البطوله الجمهوريه شال كل الكؤوس ومشي من اول 14 سنه لحد العمومي. من اول 14 سنه لغايه العمومي. كابتن احمد اسعد، اكيد عليك دور كبير، 3000 سباح ولا 5000 حاجه كده، رقم كبير قوي، بيقولوا سباح فيها 5000 سباح حاجه كده، رقم كبير يعني. اكيد ودورك بين الانديه الاهلي والجزيره ومدينه نصر يعني، فاهم؟ الثلاثه كتير يعني، والشيخ زايد عفوا. ففي دور عايز اعرف الناس الدور الاداري الكبير اللي بتعمله. طبعا بالنسبه للدور الاداري احنا بنكمل بعضينا ما بين جهاز اداري وجهاز فني، تعاون ما بيننا على طول مستمر، زي ما قال كابتن تامر ان احنا بنعمل اعداد
للسيزون اعتبارا من شهر 5 او شهر 6 بالتحديد. تزاحم البطولات كلها ورا بعض ما بين البطوله وبطوله حوالي شهرين شهر ونص، ده بيبقى يعني علينا عبء كبير جدا. الحمد لله احنا جهاز اداري كبير، جهاز اداري محترم، جهاز اداري قوي. بنقدر ان احنا نوزع نفسنا على الثلاث فروع. بنحاول ان احنا على طول بيبقى في تدعيم للجهاز الفني بكل طلباته اللي هو بيطلبها مننا، بحيث ان احنا نسخر لهم كل الامكانيات اللي هم محتاجينها، بحيث ان احنا يبقى داخلين بقوه كالعاده في البطولات. بدانا احنا السيزون زي ما كابتن تامر في شهر 6 بدانا بطوله كاس الاتحاد. البطوله دي الاتحاد عملها للمره الثانيه وبدا بيها بمرحله 10 سنين. الفرقه دي كانت فرقه 2009، ده اول مشاركه ليهم في بطوله كاس الاتحاد او بطوله رسميه. بيبدا ان احنا نعدهم، نبدا نشوف ان احنا المرحله دي محتاجه ايه، محتاجه تدعيم ازاي. بنبدا نتابع مع الجهاز الفني ايه الطلبات اللي هم بيحتاجوها، لان عندهم ان شاء الله اول بطوله رسميه برده في شهر 2 الجاي. بعد كده دخلنا بعدها على طول بطوله القاهره، ما فيش بالظبط حوالي شهر نبدا نحضر لبطوله القاهره على طول. تمام، على طول. يعني انت شغال 24 ساعه؟ 24 ساعه الحمد لله شغالين بالجهاز الاداري كله، ما حدش يعتبر تقريبا بيروح. البطوله بنشترك بيها حوالي لا يقل عن 500 سباح. بس حسستني ان انت قاعد في النادي وكلهم الفنيين قاعدين، انت اللي قاعد في النادي بس. لا، الجهاز الاداري بصفه دايما موجود على مستوى الثلاث فروع، لان طبعا اللود علينا بيبقى كبير. طلباتهم كتير جدا، ما بيسيبوناش في حالنا. ايه اكتر طلب ضايقوك فيه، تعبوك فيه يعني بيتعبوك فيه؟ الطلبات العاديه الدوريه بالنسبه لمواعيدهم، بيحتاجوا مواعيد كتير جدا، بيحتاجوا جيم كتير جدا. على طول بيبقى حسب اختلاف البطولات طبعا، بيتالي ان هم بيحتاجوا ان هم يغيروا مواعيد كتير جدا. كثره اعداد الفرق دي طبعا عندنا عبء كبير جدا. والممارسين الايه؟ والممارسين اكيد. والممارسين طبعا. لكن احنا بنتكلم بالتحديد على قطاع البطوله. عندنا كميه اعداد كبيره جدا على مستوى الثلاث فروع. بنحاول ان احنا نستوعب اكبر الاعداد، بنحاول احنا كل سنه بنرحل فرقه قطاع منافسات، وبنستقبل فرقه قطاع براعم، وبنستقبل فرقه او مواليد جديده في قطاع المدارس بصفه سنويه. مشاركات السباحين طبعا الاعداد كبير جدا، بيبقى علينا كبير شويه يعني. لود كبير شويه على كابتن احمد اسعد، لكن اكيد الجهاز كله. لكن خلينا نتكلم عن الناحيه الفنيه وهي الاهم. والناحيه الفنيه كانت في البطوله زي ما كابتن ثروت قال، ما شاء الله كسبتوا كل الكؤوس. الكلام ده اكيد اتخطط له، واكيد الهدف بيبقى عندكم اهداف ورا بعضيها. لما تكسبوا كل الكؤوس، ايه الهدف اللي جاي؟ احنا دايما ما عندناش طموح بيقف يعني. احنا دايما عندنا من زمان حتى واحنا ما كنا سباحين، البطولات القاهره او الجمهوريه دي زي ما تقول كده حاجه بدايه للانطلاق لبره، لان احنا اول ما سباحيننا بيبقوا على مستوى كبير او مستوى عالي بيحققوا الكواليفايد تايم، على طول بيطلعوا بره او بيطلعوا امريكا او بيكملوا دراستهم وكمان بيكملوا السباحه بتاعتهم. فاحنا بيبقى عندنا دايما يعني نظره في موضوع السباحين واختيارهم وانتقائهم ان هم يكملوا في المستوى الاعلى. طبعا الثلاث فروع بنقعد كمديرين فنيين بنقعد مع بعض، اولا بنحط خطه للسباقات، لان في ساعات بيبقى عندنا دروب فورمه معينه فلازم نغذيها شويه. بنركز شويه على ايه المنافسين بتوعنا هم جامدين في ايه. فبنحاول نحط استراتيجيه كده عامه. كابتن علام طبعا بيقعد معانا على طول، الراجل يعني ما بيروحش برده، كابتن وائل وكابتن فاضل طبعا الناس دي طبعا مدينا فري هاند ان احنا نشتغل، بس كابتن علام طبعا بصفه اساسيه هو قاعد معانا في المطبخ طبعا، كتر خيره جدا. فبالتالي طبعا احنا بنقعد دايما عارف يعني اندر سيج على طول، يعني على طول عندنا ان احنا لازم نشتغل، لان البطولات ورا بعض يعني نخلص طويله نخش في قصيره على طول. فدايما بيبقى عندنا استراتيجيه، ودايما عاوزين بناخد يعني اكبر عدد من الميداليات واكبر عدد من النقط، لان بعض البطولات بتبقى ميداليات وبعض البطولات بتبقى نقط. فحتى لو احنا كسبنا مره البطوله ميداليات بنقلبها نقط، احنا كاسبين ولا مش كاسبين برضو. ولو خدناها نقط بنقلبها ميداليات، احنا كاسبين ولا مش كاسبين. انت عايز تكسب في الناحيتين، لان احنا بنصادف ساعات البطوله بتبقى نقط وساعات بتبقى ميداليات. فانا لازم اكون جاهز في الناحيتين، لو نقط يبقى لازم ادخل عدد السباحين كلهم يبقوا جاهزين، ولو ميداليات لازم انتقد السباحين اللي هيجيبوا لي ميداليات ذهب، لان هي اللي في الاخر بكسب بيها البطوله او بخسر. جنب التتابعات طبعا، جنب ان احنا كمديرين فنيين طبعا لازم نقعد مع المدربين جميع المراحل كل فرع، عشان كل واحد لو عنده مشكله او عنده اي حاجه بنحاول نحلها قبل ما نخش البطوله، بحيث لما نخش البطوله ما عندناش حاجه اهم من ان احنا نحقق التارجت اللي احنا دخلناه. احنا ناقشنا كتير جدا ووصلنا لمرحله ان احنا كل واحد قال كل ارائه وايه الدفوهات اللي عنده، عشان خاطر لما ننزل بطوله ما عندناش وقت بقى نفكر طبعا، احنا عندنا وقت ننفذ. فالحمد لله الخطه دي بتنجح بقى لنا كذا ثلاث اربع سنين بنستخدمها يعني، والحمد لله بتنجح على جميع المستويات.
دخلنا السباقات اللي احنا نجيب كل الكؤوس ولا كان في عندنا مرحله كانت ممكن تقول انها كانت تصرفت بصراحه؟ لا احنا السنه دي كانت المنافسه جامده جدا. يعني مرحله العوم الرجال السنه دي احنا عندنا مجموعه سباحين بيعوموا بره. كويس. طبعا كان عندهم ارتباطات دوليه ما قدروش كلهم، يعني ما كانش عندنا حد منهم موجود معنا في البطوله. احنا في الدراسه طبعا. كان عندهم ارتباطات. نادي سبورتنج كان عنده اثنين سباحين بيعوموا بره قدر يجيبوا. ف كنت تصرف معلش هقطع عليك بس عشان بيقولوا المايك في مشكله عندك من الاخر. فخلينا نطلع تقرير عن السباحه وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نتكلم عن انجاز السباحه والفوز ببطوله الجمهوريه. نجحت فرق السباحة بالنادي الأهلي بقيادة رئيس الجهاز وائل عزت في فرض سيطرتها على بطولات الجمهورية التي أقيمت في الفترة من 16 من نوفمبر الماضي واستمرت حتى 5 ديسمبر الجاري على حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي. حصل المارد الأحمر على المركز الأول في الترتيب الخاص بالدرع العام برصيد 523,857 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه نادي وادي دجلة الذي حل ثانيا فيما جاء نادي سموحة في المركز الثالث. وجاءت نتائج النادي كالتالي: نجد أن مرحلة العمومي حصل فيها الأهلي على المركز الأول برصيد 39,504 نقاط، وجاء من خلفه سبورتينج في المركز الثاني وسموحة في المركز الثالث، توج الأهلي بكأس الناشئين برصيد 240,997 نقطة، فيما جاء وادي دجلة في المركز الثاني وسموحة في المركز الثالث. كما فاز النادي الأهلي بكأس الناشئات برصيد 24,630 نقطة، وجاء دجلة في المركز الثاني والصعيد في المركز الثالث. بالنظر للتفاصيل نجد أن مرحلة 15 سنة للناشئين حقق فيها الأهلي المركز الأول في الترتيب العام برصيد 31,548 نقطة، توج أحمد سامح السيد بكأس أفضل سباح برصيد 5,477 نقطة، وكأس أفضل زمن بزمن يقدر ب 16.14.30. في مرحلة 15 سنة ناشئات جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 24,067 نقطة، وتوجت سارة سليمان سعيد سباحة النادي بكأس أفضل رقم بزمن يقدر ب 32.98. في مرحلة 16 سنة ناشئين فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 30,111 نقطة، هو ما تكرر على صعيد الناشئات برصيد 23,145 نقطة. كما فازت فرح ثروت ماهر سباحة النادي بكأس أفضل سباحة بزمن يقدر ب 5,276 نقطة. في مرحلة 17 سنة ناشئين جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 29,224 نقطة، كما حقق المارد الأحمر الصدارة على صعيد الناشئات برصيد 23,019 نقطة. في مرحلة 18 سنة ناشئين فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 29,785 نقطة، وفاز محمد عادل محمد مصلحي بكأس أفضل سباح برصيد 5,475 نقطة، وكأس أفضل رقم بزمن يقدر ب 8.14.30. في مرحلة 18 سنة ناشئات جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 32,977 نقطة، أما في مرحلة 19 سنة ناشئين فاز الأهلي بالمركز الأول برصيد 33,374 نقطة، وفاز يوسف هشام عادل بكأس أفضل رقم بزمن يقدر ب 24.98%. في مرحلة 19 سنة ناشئات جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 24,988 نقطة، كما فازت ساندي أيمن عاطف بكأس أفضل سباح برصيد 5,347 نقطة، وكأس أفضل رقم بزمن 9.10.98.
زي ما شفنا في التقرير ما شاء الله انجاز كبير للسباحه في النادي الاهلي، وانجاز تحقيق ميداليات كثيره وبطولات كثيره داخل النادي الاهلي وبطوله الجمهوريه، فعلا كؤوس كثيره. لكن كنا قطعنا مع كابتن ساره الكلام عشان كان في مشكله في المايك، لكن نرجع لشكل المنافسه مع النادي الاهلي مع كابتن ثروت. كابتن ثروت تقول لي شكل المنافسه مع النادي الاهلي كنا بنتكلم فيه. احنا البطوله كانت بطوله قويه، المنافسه كانت جامده مع كذا نادي، مع نادي وادي دجله ومع سبورتنج ومع سموحه. احنا كسبنا بطوله العمومي رجال في اخر سباق، في اخر سباق يعني اخر سباق اخر سباق، يعني فضلت البطوله متعلقه لحد اخر سباق. وكنا احنا وكابتن احمد اسعد وكابتن علام بنحسب كل نقط في كل سباق، يعني السباق يطلع نحسب النقط بتاعتنا كل ثانيه كل يوم على السباق على طول. تخيل حضرتك بعدين النقط بتحسب على حسب الرقم اللي جابه السباح، فممكن ثانيه واحده تكسبنا نقط او تخسرنا. وفضلنا متعلقين لحد اخر تتابع، والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر، وكانت يعني بطوله صعبه، يعني بطولات صعبة صعبة جدا. اكيد بنشكر وبنبارك لكل الجهاز بقيادة كابتن وائل عزت صديق العزيز وهو رئيس الجهاز، وفعلا ببارك له وبارك لكل الناس في اسرة السباحة على الانجاز الجميل اللي عملوه للمداد الاهلي وحظ بطولات. لكن اكيد كل انجاز معاه تقرير بيقدمه الجهاز الاداري وبيقول ارقام، وكل الناس بتحب الارقام والاحصائيات عن السباحة. اكيد كابتن احمد معاك بقى احصائيات وارقام، مين اشترك وكم نادي وكل الكلام ده، عايزين نعرفه من حضرتك. بطولة الجمهورية اشترك فيها 61 نادي على مستوى الجمهورية. كويس. احنا كنادي اهلي اشتركنا بحوالي 500 سباح في البطولة في حوالي 1700 سباق. حققنا حوالي 105 ميدالية ذهب في البطولة، 92 ميدالية فضة، 65 ميدالية برونز. حطمنا حوالي 7 أرقام قياسية. طبعا من 11 سنة لغاية الدرجة الأولى. زي ما قال كابتن ساره كانت بطوله منافسه قويه جدا، وبرضه احب اضيف ان مرحله 2003 بالتحديد كسبناها في اخر سباق بفرق 75 نقطه. 75 نقطه عن المركز الثاني. خلصت برضه في اخر سباق. مرحله 2002 برضه خلصت باخر سباق، بس فرقنا شويه في اخر يوم بحوالي 750 نقطه. كانت بطوله قويه جدا. قاعده الانديه الثانيه بقى عندهم قاعده سباحين كبيره، يكاد يكون ان بقى في قاعده سباحين للانديه الثانيه اكتر مننا. في انديه دلوقتي بقى عندها 5 و6 و7 فروع، احنا دلوقتي لسه 3. بنحاول ان احنا نحافظ، يعني المشكله مش كمان انت تبقى على طول واخد مركز اول، المشكله انت تحافظ على المركز الاول، ودي المشكله الاكبر، وده اللي احنا بنشتغل فيه من بدايه التشكيل او بدايه السيزون الرياضي بتاعنا، طبقا للاستراتيجيات اللي احنا بنقعد نحطها مع الجهاز الفني مع الجهاز الاداري، ان احنا ازاي ان احنا بنشتغل علشان نحافظ على الاول، ودي المشكله الاصعب عندنا، مش ان احنا ازاي نجيب الاول، فدي بتبقى مشكله كبيره جدا عندنا. يعني كابتن تامر بصراحه شديده، بطولات السباحه في مصر عايزه تطوير او تغيير، ولا من وجهه نظر كابتن تامر هي كافيه جدا لا لا اكيد عاوزه تغيير. احنا دايما يعني لازم نطور البطولات بتاعتنا ونكتر عددها ونغير كمان استراتيجيه الدخول ليها، يعني ساعات تبقى محدد 5 سباحين، ممكن تبقى اكتر في السن الاصغر. يعني احنا لازم تبقى عندك قاعده عريضه عشان خاطر تختار منها، وكمان وقوف على الستارت لفترات طويله، يعني فترات كتيره، ده اكيد بيفيد السباحين. لكن احنا طبعا بحكم الدراسه بتاعتنا والمواسم بتاعتنا، فلازم احنا عندنا بالظبط غالبا اكتر حاجه 4 بطولات في السيزون، زائد بطولتين طويله على الاكثر. يعني احنا لو احنا عاوزين نطور، احنا على الاقل احنا ممكن نعمل كل اسبوعين او كل 3 اسابيع بطوله، وفي الاخر اخر السيزون ممكن نعمل بطوله كبيره ان ناخد فيها احسن الناس. لكن طول ما انا بعوم بطولتين مسافات بعيده قوي، احنا كنا زمان بنعوم اكتر من كده، وكان عندنا اعداد اكتر من كده، ده الكلام ده من 15 ل 20 سنه، وكنا بنطلع بطولات كمان اكتر من كده. دلوقتي الموضوع بقى صعب شويه، طول البطولات مع الامتحانات مع الدراسه، يعني الموضوع بقى في حاجات بتعقد الامور. يعني انت بتقولي كل اسبوعين تقريبا بطوله او كل 3 اسابيع، الموضوع صعب جدا برضه في دراسه وفي ناس عايزه تذاكر لا بس هو مفيد بحيث ان انت بتكسر للسباح حده الخوف من السباقات، انت بتكسب حاجه كبيره جدا، بتكسر للسباح عقده ان هو يعمل مره وحش ومره كويس. لا هو على طول الخط هينزل يعوم جامد وهو محمل لغايه ما يوصل لفتره تعمل له التيب بتاعه ويوصل لاحسن رقم ليه. يعني بتكسر حده الخوف بتاع السباقات، يعني في سن الصغير لو ولد صغير عنده 10 سنين ولا 11 سنه لما يقف كل اسبوعين ثلاثه يعمل له مثلا 3-4 سباقات، اكيد لما يكبر هيبقى عنده كم خبره كبير جدا عروف على الستارت. يعني اكتر سباحين بيكسبوا في اخر هم اكتر ناس عندهم خبره، اكتر واحد عدى على مواقف صعبه، مش اكتر واحد ما نزلش. بس سهله جدا كابتن ثروت، لو دي من ناحيه السباقات، ايه ابرز التحديات اللي بنواجهها في السباحه في المرحله اللي جايه؟ هو بس في حاجه بالنسبه للسباحين. اتفضل. ظروف الدراسه بقت صعبه جدا بالنسبه للولاد عندنا في مصر.
فطبعا البطل الرياضي ده بيبذل مجهود مضاعف، بيحرم نفسه من حاجات كتير قوي. برضو الاهل بقى عليهم لود عالي. السباحه انت حياتك عارف يا كابتن خالد اللعبه الوحيده بتتمرن ممكن مرتين او ثلاث مرات في اليوم، دي حقيقه بصراحه. منهم مره الفجر، ناس تنزل تصلي الفجر، هو بتوع السباحه ينزلوا على ملعب السباحه، مره الفجر مره بالليل ومره جيم في النص. فطبعا يعني اكتر التحديات اللي بتواجه السباح دلوقتي بقت ظروف الدراسه وظروف الحياه اليوميه. يعني رايك نحلها ازاي بصراحه؟ نحلها يعني نحاول نعمل معسكرات شويه. لازم برضو الاتحاد يساعد السباحين، يدعمهم وهم والنادي يعني بطريقه ماديه. وزاره التعليم مثلا مع وزاره الرياضه لازم يكون في تعاون عشان السباحين دول يقدروا يمارسوا. هو موجود، ده موجود بره يعني موجود. هو بره السباحين في الجامعه، هم ما بيخرجوش من الجامعه، هم بيتمرنوا في الجامعه وعايشين جوه الجامعه، فتقريبا هم عايشين حياتهم معسكر كامل. فده بيفرق جدا، بيفرق جدا مع الولاد، بيفرق كتير مع الولاد. كابتن احمد اسعد، عايزين سؤال سريع وعشان ناخد بقى الاثنين الكباتن كده يحللوه، مين السباحين اللي هم ان شاء الله باذن الله في طوكيو 2020 يعني قريبين لطوكيو او وصلوا طوكيو؟ طبعا احنا رقم واحد طبعا السباح علي خلف الله، تمام، حقق الايكات كويس. عندنا السباحه هانيا مورو في بطوله امريكا اللي فاتت جابت البيكات ما شاء الله، ان شاء الله باذن الله دول اتاهلوا خلاص، عالي تأهل رسميا. هاني حققت البيكات كويس، تمام. عندنا حوالي 3 4 سباحين ان شاء الله. مين مين القريب يعني لازم نقول الاسماء؟ القريب عندنا محمد سامي اللي هو ميشو ده في امريكا كويس، وفي عندنا برضو ممكن عبد الرحمن سامح، عندنا احمد اكرم، دول من السباحين الواعدين اللي هو دول الخمسه تقريبا اللي هم عليهم قريبين، قريبين جدا من اللي اتأهلوا ان شاء الله. يعني كابتن تامر لو سالتك بقى اللي احنا عايزين نشوف البطل الاولمبي ده، اكيد ابطالنا الخمسه عايزين كلهم او 10 20 اكيد، ده حاجه امل عندك اكيد. طبعا لو قلت لك علي خلف الله، هانيا مورو، الاثنين دول النهارده اللي وصلوا، او في كابتن علي خلف الله وصل لسه، كابتن هانيا مورو ان شاء الله توصل، هي اوريدي وصلت بي كات. انا بس عاوز اقول كلمه عن السباحين دول بالذات، هم دول يعني طالعين من جوه النادي الاهلي، يعني دول بداوا معانا من الزيرو ولادنا. المدار يعني تربيتنا من جوه النادي، وعندنا ابطال كتير قوي مكملين اللي هم كان نفس الاستراتيجيه اللي احنا شغالينها من زمان. احنا عندنا كميه سباحين كتيره جدا، منهم ناس كملت طبعا بحكم ان هم راحوا امريكا، وفي ناس طبعا بحكم الدراسه او كده بطلوا، بس مجملا دي سياسه بتاعت النادي. احنا دايما كان عندنا نظره ان لازم نطلع سباحين اولمبيين زي ما احنا طلعنا، والنادي كان بيرعانا دايما، انا واحد من الناس اللي رعاني كتير جدا وسفرني بره، وبالتالي احنا برضو بنعمل نفس الاستراتيجيه. بالنسبه لعلي طبعا اي كات على 50 حره، وطبعا هانيا حققت بي كات على سباقين، طبعا سباقين كمان تقال جدا، ودي حاجه كويسه جدا لهانيا، 1500 و800، وطبعا دي حاجه كويسه جدا ان بنت عندنا في مصر بتعوم ديستنس، وكمان ان شاء الله ممكن تتاهل للطويله كمان، فدي حاجه ان شاء الله تبقى ستيب كويسه ليهم، وتبقى حاجه في السي في بتاعهم كويسه ان شاء الله يا رب باذن الله. احمد اكرم، ميشو، ومين الثالث قلت لي؟ عبد الرحمن سامي. عبد الرحمن سامي بس عشان ما ننساش حد بقى. قول لي يا كابتن سارة، شايف ازاي يتأهلوا؟ ازاي هيتأهلوا؟ موضوع صعب سهل قريب؟ هو الموضوع طبعا مش سهل عشان تلعب اولمبياد، ده مش سهل طبعا، حاجة صعبة، لكن هم لسه عندهم وقت وعندهم بطولات هيشتركوا فيها، وان شاء الله اكرم يقدر يحقق في 800 وال 1500، عبد الرحمن سامح 50 دولفين، ميشو ممكن يحقق في سباقات الباكو 50 حره وال 100 حره، لا نقدر يعني لسه عندهم وقت يقدروا يحققوا فيه. بنتاهل ازاي عشان نقول للناس بنتاهل ازاي للبطوله الاولمبيه او الالعاب الاولمبيه؟ هو الاتحاد الدولي بيبقى محدد ارقام كويس، الارقام دي جزئين، جزء اي كات وجزء بي كات كويس. الجزء الاي كات اللي بيجيب الرقم ده بيتاهل اوتوماتيك للاولمبياد على طول. على طول في بطولات معينه بيشترك فيها؟ في بطولات معتمده كالندر، في الكالندر، كالندر الدولي. الاي كات بس زياده على كابتن صارت اللي بيقول الاي كات بيخش لنا سباحين، لازم اللي هناخد اي كات يبقى لازم سباحين يخشوا في الرقم كويس. لو بي كات هو سباح واحد بس، بس تمام. اتفضل. البي كات بس لازم كمان بيتعمل حسبه كده في الاخر ان كوتا، مش اي حد بيخش في كوتا معينه بالظبط كده كويس. ان شاء الله انا عندي يعني ان شاء الله امل كبير ان اكرم يحقق وسامح يحقق وميشو كمان يحقق ان شاء الله يا رب باذن الله. هل ممكن سباح في مصر بدون ذكر اسمه يعني يقدر يحقق يقف على منصه التتويج في الاولمبياد ولا لا؟ طبعا يقدر، طالما هو شغال جوه سيستم كويس اكيد يقدر. احنا ما عندناش اي مشكله في الامكانيات الجسمانيه طبعا خالص، احنا عاوزين الطريق بس، يعني الولاد بتوعنا
دلوقتي الحمد لله اختلف شويه يا كابتن تامر. طبعا كتير طبعا، نوعيه التمارين اختلفت، نوعيه الجيم اختلفت، الفيتامينز اللي بياخدوها، كل حاجه اختلفت بصراحه عن زمان. وطبعا دي مدارس، يعني المدرسه الامريكاني غير المدرسه الاوروبيه غير المدرسه الشرق اوروبا، كل مدرسه وليها سكتها يعني. لكن طبعا احنا ما عندناش مشكله خالص خالص. عندنا فريده عثمان جابت ميداليه برونزيه، يعني دي حاجه كويسه جدا، ويعني طالعه من مصر برضه. الموضوع مش عندنا امكانيات، بس عاوزين حد يحط الواد على الطريق الرانكينج الصح يعني. يا رب باذن الله. نتمنى لكل سباحينا في النادي الاهلي بالاخص وبمصر عامه ان شاء الله يكونوا يقدروا يعملوا حاجه في الاولمبيات الجايه ويتاهلوا للمرحله اللي جايه. كابتن ثروت، كلمات اخيره من كل واحد، كلمه اخيره لاولياء الامور السباحين في النادي الاهلي. انتوا الابطال الحقيقيين، انتوا الابطال الحقيقيين. كابتن احمد اسعد، انا بس عايز اقول حاجه من ضمن برضو حته التاهيل لو هرجع ليها تاني. ان من ضمن مقومات التاهيل الدعم الفني والمعنوي والمادي والثلاث بنود دول، يعني برضو لازم يبقى الناس برضو واضحه وعارفه ان النادي الاهلي ورا السباحين بتوعنا في اي مكان، سواء جوه مصر او بره مصر. تدعيم فني، في كونكشن مباشر على طول بيننا وبين السباحين في امريكا قبل اي بطوله، اي طلبات بيحتاجوها النادي على طول بيلبيها. مجزره ما بيبخلش علينا باي حاجه خالص. اداره النشاط الرياضي، كل الدعم الفني والمادي والمعنوي للسباحين اللي هم احنا شايفين ان في امل ان شاء الله ان هم يتاهلوا. النادي سبورت اليوم على طول. تمام كابتن تامر، عشان نختم ونقول كلمه اخيره للسباحين وابطالنا ونجومنا ناشئين وناشئات اللي طالعين في السباحه. احنا طبعا يعني بنحاول نشكر جميع السباحين اللي بيقدروا يصحوا الصبح في الفجر في البرد ده، واولياء الامور طبعا اللي بيتعبوا معانا جدا، لان احنا برضو كنوع الرياضه بتبقى محتاجه يعني تبدا بدري قبل المدارس وبرضو تخلص في وقت محدد. فانا بشكرهم جدا، ومن غيرهم مش هنقدر نتحرك قدام، وان شاء الله نقدر نطلع سباحين على مستوى عالي الفترات اللي جايه. انا بشكركم جدا، كنت معايا النهارده كابتن احمد اسعد، كابتن ثروت، وكابتن تامر زينهم، وفعلا انجاز كبير بيضاف للسباحه والنادي الاهلي بقياده او رئاسه الجهاز للكابتن وائل عزت. بنشكرهم جدا، بنشكر كل اولياء الامور والسباحين على المجهود اللي بيبذلوه، ان شاء الله دايما بطولات وانجازات في النادي الاهلي. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.